لازمة البطة هي ظاهرة أو حالة نفسية بشكل عام بنشوفها أكثر عند طلاب المدارس والجامعات، وتم التعرف عليها لأول مرة بجامعة ستانفورد، عشان هيك كمان أطلق عليها اسم متلازمة بطة ستانفورد. وهي بتشرح أنه كأنه الطلاب أو الشباب بيشوفوا نفسهم كأنهم أشخاص هادئين، أو بيظهروا للعلن أو للمجتمع بأشخاص هادئين ومتزنين، وإنما هن على العكس من حيث الداخل بيتعرضوا لضغوطات هائلة إن كانت أكاديمية أو اجتماعية. ولقبت هون القصة إنه البطة، لأنه البطة هي على سطح الماء بتشوفوها هادية، وإنما هي تحت الماء هي عم بتجدف بشكل سريع ومضطرب، لا تقدر ما تضلها محافظة على حالة فوق الماء وعدم الغرق. من هون بيجي ضرورة توجيه الطلاب بالمدارس بالجامعات من خلال المناهج المحطوطة والموجودة أو اللي بتحطها أي جهة تعليمية معينة. فمن هون نحن كيف نعلم الطلاب على إدارة الإجهاد، إدارة التوتر، كيفية التعامل مع هذه الضغوطات اللي عم تحصل، لأنه ما بعتقد هذه الجائحة هي حتكون الجائحة الوحيدة أو الجائحة اللي ما عادش حنشوف غيرها بالمستقبل. لذلك لازم نكون نحن مهيئين من خلال الأشياء التعليمية اللي عم نعطيها الفئة هيدي من المجتمع، تكون هيك عندها هيدا الحاجز انه تعرف شو تتصرف وكيف كرمال الصحة العقلية عند الطلاب. كمان زيادة اهتمام المدارس والكادر التعليمي بالطلاب اللي بيعانوا مثلا من العزلة او اللي بيعانوا من عدم الانخراط بالمشاريع والنشاطات الجماعية جدا مهم. بالاضافة كمان ما بدنا ننسى انه في اشخاص بيكونوا هم الاول بعائلتهم اللي بيلتحقوا بالجامعة أو بالمدرسة، فبتكون كمان في شوية توتر عند الأهل، هذا الشيء عم ينعكس كمان على الطلاب.